بعد البيان اللي أصدرته شيرين امبارح رجعت قضيتها للواجهة على السوشيال ميديا وأخذت منحة جديد. فبعد حملة الدعم الكبيرة اللي شفناها من الناس والنجوم وقت أزمتها الأخيرة بلشنا نشوف إنه الدعم بدأ يخف، والبداية مع التغريدة اللي نشرتها الإعلامية اللبنانية ريمان جيم واللي كتبت إنها ما بتحب تعطي رأيها بحياة الناس الشخصية. لكن شيرين عبد الوهاب صارت قضية رأي عام وكملت إن بقولها: السؤال لماذا تستمتع بلعب دور الضحية ودعم الناس لألا أعطاها نتيجة سلبية، بمعنى أنه أنا شو ما عملت الناس بتحبني، وكأنها لا تريد أن تشفى للأسف ذلك النموذج النسائي الذي يختار جلده. وفي الوقت اللي ريمان جيم كانت واضحة في رأيها عن موضوع شيرين، في نجوم تانين تفعلوا من بعد صدور البيان ولكن من غير ما يسموها بالاسم، زي مثلا سمية الخشب اللي نشرت تغريدة كتبت فيها: اللي يخسر أي حد من أهله علشان أي حاجة في الدنيا يبقى فعلا إنسان محتاج علاج. وطبعا الناس وقفوا مع سمية، وافقوا معاها على الكلام ده صبحي، وقالوا إن يمكن من غير ما تقول إنها هي أو مش هي، ولكن التحليلات بتقول إنها هي. طبعا كمان في ناس حللوا إنه تغريدة كندا علوش اللي نشرتها امبارح موجهة لشيرين وبتقول فيها: لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما عمرهم ما رح يقدروا يساعدوه لو هو ما عنده الرغبة والإرادة إنه يساعد نفسه. وبدوره كمان نشر أبو صورته مع مدير أعماله ميمي فؤاد داعماً ليه من بعد ما ذكرته شيرين امبارح في البيان بطريقة اعتبروها الناس إنها مش كويسة بحقه، وهو نفسه زعلان من الطريقة اللي تذكر بيها اسمه زي ما قالنا امبارح في رسالته الصوتية. ونحن بدورنا عملنا استفتاء على صفحتنا على السوشيال ميديا حول موضوع شيرين، وسألنا الناس إذا قل التعاطف معه بعد البيان الأخير، والنتيجة لحد هلأ اجت كالتالي: 69% نعم و31% لا أعتقد.